حاجة عجيبة جدا في مترو الأنفاق. يلا بينا نشوف. 99% من اللي بيتفرج عليا دلوقتي بيركب مواصلات، اما قطر او اما عربيه او مترو الانفاق. لو بتركب مترو الانفاق فانت على الاقل بتركب 6 محطات او 9 محطات او 16 محطه، الا بقى لو انت حابب تتحنط في المترو اركب من المرج الحلوان، والله الله يكون في عون كل واحد بيركب المشوار ده كل يوم. انا ما اعرفش عدد المحطات، ما عدتهم ما تعدش كتير. انت المهم هتقعد سنه في المترو، فالله يكون في عونك اقسم بالله. او الوقت ما بين المحطة والمحطة، من اول ما الباب يتقفل في المحطة دي ويتفتح في المحطة التانية، حوالي انا حسبتها تقريبا دقيقة و49 ثانية تقريبا، حاجة زي كده، و47 لحظة تقريبا. بص يا سيدي، انت في الوقت ده تقدر تقرأ وجه واحد من المصحف، صفحة واحدة كده، وش بس مش وش وضهر. تخيل معايا كده ان انت راكب 6 محطات، ال6 محطات دولت انت ممكن تقرأ فيهم نص جزء من القرآن، مجرد بس كام دقيقة؟ 2 × 3 × 6 دقايق، 6 دقايق قول 8 دقايق يا سيدي، عطل، وقف في الطريق، مش عارف الباب اتكعب، العطل بيمون، اي حاجة كده، 8 دقايق، 8 دقايق انت ممكن تقرأ فيهم نص جزء من القرآن، سواء بقى انت كنت في مواصلات او في قطر او. استغل الوقت ده صح، بدل ما تقعد كده وعايش دور الرومانسي ومغمض عينك او مفتح عينك، بتبص من الشباك والعربية ماشية، الخضرة الجميلة والعوادم اللطيفة والضوضاء اللذيذة، وانت بتفكر في احزانك. لا لا لا، فكك من الجو ده، ركز في مصحفك وخد حسنات، احنا في ايام مفترجة وربنا يفتحها علينا وعليكم يا رب. اللهم امين. ركز جدا وحاول بقدر الامكان تستغل الاوقات اللي احنا فيها دي اقصى استغلال ممكن وافضل استغلال ممكن. وطبعا اكيد انت عارف فضل قراءة القرآن، ان الحرف الواحد عليه 10 حسنات. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بيقول: ولا اقول الف لام ميم حرف، لا 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 لا، ده الف حرف ولام حرف وميم حرف، فايه يا عم الصفحه شوف فيها كام حرف واضرب في 10، النص جزء اللي انت هتقراه في ال8 دقايق دول تشوف فيهم كام حرف واضرب في 10، هتلاقي نفسك ضربت فوق في السماء على طول. يعني باشا استغل وقتك الله يكرمك، وانت يا اختي الفاضله استغل وقتك الله يكرمك. احنا هنيجي يوم القيامه في عرض حسنه، والله حسنه واحده. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان ينفعنا بما علمنا وان يعلمنا ما ينفعنا، اللهم امين يا رب. اوعى تنسى تعمل منشن لخمسه من اصحابك علشان تنفذه من بكره الخطه الرهيبه دي اللي انا قلت لكم عليها. انا ما بحبش اتكلم عن نفسي والله. ربنا يا رب ياجرنا جميعا ويرزقنا يا رب حسن النيه ويرزقنا الاخلاص في القول والعمل، اللهم امين. انشر الفيديو ده بين اصحابك على الواتساب، الواتساب بيوصل اسرع واسهل وافضل واحسن كتير جدا جدا جدا، واعمل شير ما يضرش عادي، يعني براحتك والله اللي انت عايزه، الله المستعان. اشوف وشكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، سلام عليكم. اوعى تنسى الواتساب، سلام.